سلام ونعمة الرب يسوع عليكم جميعا أحبائي المباركين، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة زي ما احنا عارفين بنعمة الرب أحد السامرية، وبالتأكيد احنا في أحد السامرية سمعنا عظات كتيرة عن السامرية وعن ازاي الرب دعاها وازاي أصبحت مبشرة. فلما أبونا دعاني أنا فكرت يا ترى ايه الجزئية الناقصة في موضوع السامرية احنا ما تناولناهاش، فلقيت ان الجزئية التاريخية الى حد كبير ما بنتكلمش عنها كتير، وبعدين ندخل الى جزء روحي. فحلو النهاردة احنا نعرف مين هي السامرية وليه اليهود ما بيعملوش السامريين، ايه اللي حصل مع انه دي كلها ارض اسرائيل، وهي من اي بلد، وليه الخلاف اللي أدى إلى أنه ينقطع حتى مجرد السلام أو الكلام بين شعب ساكن في مكان واحد. هناخد مع بعض في البداية جزء تاريخي نشوف فيه من هي السامرية، وبعد كده هناخد جزء روحي قبول السامرية ينسف حجة بعض المسيحيين، وبعد كده ناخد جزء لاهوتي المسيح يصرح بطبيعته اللاهوتية. خلينا ناخد إذن الجزء الأول، من هي السامرية؟ لما تحب تتعرف على واحد اديله فرصة يتكلم، كل ما يتكلم كل ما أنت بتستشف شخصية هذا الإنسان. خلينا النهاردة ندي فرصة للسامرية، خلينا ناخد بعض الجمل اللي هي قالتها في لقاء مع الرب يسوع ونحاول نتعرف على السامرية، وأنا هختار بعض العبارات الهامة اللي هي قالتها. أول تعبير هي قالته للرب يسوع لما قال لها أعطيني لأشرب، فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية. يعلق الوحي المقدس القديس يوحنا يقول إيه؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. إذن العبارة الأولى هي دي اللي قدامنا، أنت يهودي وأنا سامرية. عجيب الإنسان اللي أبوه آدم وأمه حواء، لكن نجح وبجدارة أنه يفرق بينه وبين أخوه. سهل جدا الناس تفرق بين بعض، وصعب جدا أن الناس تتجمع حول فكر واحد أو حول شخص واحد. احنا بنشكر الرب المسيح جمع العالم من كل أمة ولسان وشعب. المهم هنا هي بتقول له أنت يهودي وأنا امرأة سامرية. الخلاف ده عمره لما كانت بتتكلم حصل على مدار 450 سنة، 4.5 قرون حصل هذا الاختلاف بين اليهود والسامريين. خلونا ناخدها جزئية جزئية. احنا في الجزء التاريخي مش عايزكم تتوهوا مني وتابعوني على الشاشة. من هي السامرية؟ قلنا العبارة الأولى أنت يهودي وأنا امرأة سامرية. إيه اللي حصل؟ ثلاث أسباب حصلت خلت اليهود لا يكلمون السامريين. هناخدهم سبب سبب الثلاث أسباب. خلينا نركز مع بعض في النص ساعة دي. أولا في وضع سياسي حصل، وضع السياسي اللي حصل ده احنا هنسميه الانقسام السياسي. حصل امتى بقى الانقسام السياسي؟ كلنا فاكرين اللي كان حاكم دولة اسرائيل كلها شاول، صح؟ راجعوا معلوماتكم. وبعد كده بعد شاول مين؟ داود. وبعد داود سليمان، وبعد سليمان ابنه رحب عام. قسمت المملكة في عصر رحب عام ما بين مملكة شمالية وما بين مملكة جنوبية. بصوا كده معايا الخريطة دي، الجزء اللي انتوا بداية لازم انبهكم على سبط دان، عشان هتلاقوا في الخريطة سبط دان، دان عنده مكانين. سبط دان رحل فوق هنا وعمل جزئية جديدة، وبقى سبط دان عنده يدوب ناس بسطة قاعدين في الجنوب، لكن الشمال السبط كله رحل في الشمال في الجزء اللي انتوا شايفينه فوق. واحنا عارفين شمشون كان من سبط دان، وكان دايما في يعني صراع بين الفلسطينيين وسبط دان، زي ما انتم شايفين قريبين الحدود مع بعض. العاصمة دي كانت أورشليم في المكان ده، وكان
شاول، داود، سليمان، رحبعام بيحكموا كل دولة إسرائيل. وطبعا داود عمل العاصمة، عملها أورشليم. يبقى ده حصل في عصر رحبعام. راحوا الناس جو لرحبعام قالوا له أبوك سليمان كان التسخير بتاعه والتشغيل بتاعه كتير، خفف انت الضغط علينا. استشار الشباب اللي زيه قالوا له لا ما تسمعش الكلام. فجو فقال لهم ايه، ان خنصري اغلظ من متني ابي، ابي ادبكم بالصياط وانا اؤدبكم بالعقارب. فانفصلت المملكة، مجموعة قعدت فوق قالوا احنا ملناش نصيب في داود، ومجموعة احد قعدت تحت. ده الكلام اللي حصل. ولما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع، هو كان هارب في مصر، أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع، شوف الكلام ده، بيت داود إلا سبط واحد اللي هو إيه، سبط يهوذا. نرجع للخريطة بتاعتنا. آدي سبط يهوذا اللي انتوا شايفينه، عاصمة أورشليم اللي لونه أحمر بالنقط كده. أما هذا الجزء كله الشمالي قسمت المملكة وراحوا عاملين عاصمة هي السامرة، كان اسمها شامير أو جبل شامر، أخذت اشتروها وبعد كده لاحقا عملوها السامرة. السامرية كانت عايشة في المكان ده. يبقى أول شيء احنا بنكتشفه انه كان حصل انت يهودي وانا سامرية علشان في ايه، انقسام سياسي. خلونا ناخد الاختلاف الثاني. الاختلاف الثاني ديني، بنسميه تباين ديني. حصل ايه في التباين الديني؟ ملوك الاول 12:27-33، الملك يربعام اللي ملك في الشمال قال للشعب بعد شوية يحب يقدم ذبائح، يروح ينزل للهيكل يرتبط بالهيكل يرجع للملك، لا أنا أعمل هنا آلهة يعبدوها الشعب. إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم، يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني، ويرجع إلى رحبعام ملك يهوذا، هتعمل إيه؟ فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر، ووضع واحد في بيت إيل وجعل الآخر في دان. شيء عجيب جدا يا إخوة، هنا لما تشوفوا شعب الله سهل جدا كان يقع في عبادة الأوثان. فاكرين إيليا لما قال قتلوا أنبياءك هدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي، ربنا قال له إيه، أبقيت لنفسي كام؟ عارفين تعداد إسرائيل كان في الوقت ده حوالي 3 مليون، 3 مليون شخص، ما فيش بينهم إلا 7000 ما بيعبدوش الأوثان. شعب كان غريب إنه يعرف الله لكنه كان برضو مرتبط بعبادة الأوثان بشكل عجيب جدا. عمل عجلي ذهب كتير عليكم تروحوا الأورشليم، هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أخرجوك من أرض مصر. أنا عاوزك تحط نفسك مكان اليهودي اللي قاعد في الجنوب اللي مرتبط بالمذبح والهيكل والذبائح، وهو بيشوف يهود الشمال بيعملوا معابد بتاعة عجول عشان يعبدوها. فكرهم إيه؟ لا دول نجس، لا نخالط هذا الشعب. تعال نرجع للخريطة عشان أوريك العجلين اتحطوا فين. واحد في بيت إيل، ثقل بيت إيل وتاريخ المقدس، يتحط فيها عجل ذهب. الناس اللي كانوا معانا مبارح بيت إيل اللي انفتح السماء وشاف يعقوب الرؤية بتاعت السلم ودشن المكان بيت الرب، هنا اتحط عجل ذهب وحط واحد في الشمال فوق علشان ايه، كل سبط يلاقي المعبد القريب ليه ما يبذلش مجهود علشان يوصل بسرعة لأقرب معبد. يبقى إذن هنا إحنا بنشوف انقسام ديني، ده دين جديد. يعني هما عنديهم ملك يهودي وإسرائيلي، بس ده دين جديد إن هما يأتوا
بعجول ذهب ويحطوها فوق. بيقول الكتاب إيه؟ وكان هذا الأمر خطية، وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان، دان فوق في الشمال، وبنى بيت المرتفعات، المرتفعات دي الأماكن اللي بيعبدوا فيها الأوثان، وصير كهنة من أطراف الشعب. يعني من أطراف الشعب؟ الكهنة مفروض يكونوا من مين؟ سبطلاوي؟ لا، هو من أطراف الشعب، من أي حد عاوز يبقى كاهن، لم يكونوا من بني لاوي. وعمل يربعام عيدا، ده كمان ألف عيد، ده مش بس آلهة، لا عمل أعياد، كالعيد الذي في يهوذا. مصر الشعب خايف يروح يهوذا، هو لا نعمل لكم أعياد. وبعد كده وأصعد على المذبح، هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين اللذين عملهما، وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها في الشهر الذي ابتدعه من قلبه. الوحي هنا مش سهل، لما يحط التعبير ده يعني مهرطق، ابتدعه يعني بدع، ابتدعه من قلبه، ما أمرش به السيد الرب، فعمل عيدا لبني إسرائيل. يبقى أنت لما تسمع أنت يهودي، هي طبعا إيه؟ عارفين أمنا إليصابات لما قالت لأمنا العذراء من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ إيه الشرف والامتياز ده؟ السامرية كده، كيف تكلمني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ يعني ده امتياز أنك أنت قبلت أنك أنت تكلمني. نرجع للفهرس بتاعنا، العبارة الأولى أنت يهودي وأنا سامرية في انقسام سياسي، وقلنا دلوقتي إيه؟ التباين الديني. في أمر خطير جدا حصل، وده رقم ثلاثة، وده صعب، صعب إنه اليهود يقبلوه. ثالثا عرقي. إيه اللي حصل بقى؟ اختلاف عرقي، أصبحوا الناس دول مش يهود بيور 100% زي يهود الجنوب. تعالوا معايا كده نرجع لسفر الملوك 2. في السنة التاسعة لهوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل إلى أشور، وأسكنهم في حلح وخابور نهر جوزان في مدن وفي مدن مادي. هنشوف الأماكن دي فين، ما هياش دي المشكلة، ما هو برضو الجنوب اتسبى، لكن إيه الطامة الكبرى بقى؟ طامة الكبرى بيقول لك كده الوحي، بص، وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوى وحما وسفر وايم، وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا فيها. تخيل بلدك يطلعوك منها ويجيبوا قوم آخر يسكن فيها. طبعا هو عمل كده الملك أشور بذكاء، لأنه الغريب صعب يعمل ثورة، الثورة بيعملها أصحاب المكان، فبيشتت الأمم، يخلي كل واحد في مكان عشان يكون ضعيف غريب في المكان اللي فيه. فإذن هو جاب ناس من أماكن تانية وحطهم في السامرة. تعالوا نشوف الأماكن دي فين، نرجع للخريطة بتاعتنا، خلينا نشيل الخطوط دي كده ونكبر الخريطة. شايفين نهر الدجلة ونهر الفرات، الفرات العظيم في السكة كده. حابب أقول لك إنه أبونا إبراهيم اتولد هنا، ومن هنا طلع إلى أرض الموعد. دي مش في الموضوع بتاعنا، بس حلو إنك تعرفها، فيما بين النهرين دجلة والفرات. طيب الوحي قال إيه؟ دي نينوى عاصمة أشور. نينوى هنا اللي انت شايفها دي عاصمة أشور، اللي اتبعت ليها مين؟ يونان النبي. اللي حصل إنه تم سبي الشعب من السامرة إلى نينوى. وبعد كده يقول الكتاب وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوس وعوى وحما وسفر وايم. فين الأماكن دي؟ بابل، أدي بابل، جاب ناس من هنا، وبعدين كوس جنبيها، وبعدين عوى دي فوق في سوريا، وحما في سوريا، وسفر وايم في سوريا. خد كل دول وراح بيقول لك الكتاب وأسكنهم في مدن السامرة. يعني خد من هنا وراح محول كل الناس دول إلى السامرة. يبقى السامرية أصلها إيه؟ يا إما سورية، يا إما عراقية أشورية،
يا إما مختلطة ما بين أشوري ويهود، يا إما ما بين سوريين ويهود، إما من البقية التي بقيت من اليهود. ولذلك يهود الجنوب صعب يتعاملوا مع يهود الشمال لأجل كل الانقسامات اللي انتوا شفتوها، في اختلاف ديني، في اختلاف سياسي، في اختلاف عرقي دلوقتي، وده صعب جدا. علشان كده لما الرب يسوع كمان جه من فوق، فوق السامرة من الناصرة، قالوا معقول من الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ لا، قلنا من أورشليم بقى. لكن الرب يسوع ولد في بيت لحم وراح اتربى فين؟ ونشأ في السامرة. واحد يقول لي طيب ما بابل حصل ان هو سبى يهود الجنوب، صح، سبى يهود الجنوب، لكن ما حصلش كده على الإطلاق. نرجع للجزئية بتاعتنا، عوضا عن بني إسرائيل فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها. بعد كده حصل برضو أمر غريب جدا عشان تعيشوا في الجو ده. فأمر ملك أشور قائلا: ابعثوا إلى هناك إلى السامرة واحدا من الكهنة الذين سبيتهم من هناك، فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض. فأتى واحد من الكهنة، دلاوي بقى من أولاد هارون، من الذين سبوهم من السامرة، وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. تخيل، بتعلم وثني كيف يتقي الرب. اللي حصل إيه؟ الجمع بين الاثنين. فكانت كل أمة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون، كل أمة في مدنها التي سكنت فيها. فكان هؤلاء الأمم يتقون الرب ويعبدون تماثيلهم وأيضا بنوهم وبنو بنيهم، فكما عمل أباؤهم هكذا هم عاملون إلى هذا اليوم، يعني إلى كتابة هذا السفر. كان ده الأمر ماشي كده. إذن أنت فاهم دلوقتي ليه السامرية استغربت أنه في يهودي بيكلمها. بس ده مش أي يهودي، ده المخلص الذي من سبط يهوذا، الأسد الخارج من سبط يهوذا، مخلص البشرية كلها، اللي قال بلسانه هكذا أحب الله إيه؟ العالم. سامريين، مصريين، أشوريين، كلدان، أمازيغ، كرد، كل العالم، 70 أمة ذكرت في سفر التكوين 10، أحب المسيح كل الأمم وجاء خصيصا لهم. نرجع لي الفهرس بتاعنا. يبقى احنا بناخد من هي السامرية، وشفنا العبارة الأولى بتاعتها أنت يهودي وأنا سامرية، وعرفنا في 3 أسباب: انقسام سياسي وتباين ديني واختلاف عرقي. ناخد العبارة الثانية: أباؤنا، ده هي اللي بتقول أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يعني معلومات الدينية حلوة بس حياتها الروحية ضايعة، وياما في أولاد لربنا عايشين كده، معلومات إنما حياة روحية بعيدة، مش عارفين لسه نعيش المسيح. سامرية لو أنت لاحظت وقريت بعناية معلوماتها رائعة جدا، بس زي ما أنتوا عارفين كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس أيضا إيه؟ زوجك. تعالوا نشوف مع بعض ايه موضوع ابائنا سجدوا في الجبل. اي جبل؟ ما احنا لازم نعرف الكلام اللي بيتقال في الوحي. الحقيقه لما شعب اسرائيل كان في البريه وداخل ارض الموعد، الرب قال لموسى وليشوع لما تدخلوا ارض الموعد في جبلين، جبل اسمه جرزيم وجبل عبال، حط الرؤساء، اقسمهم ال 12 سبط دول على جبل جرزيم وعبال، واللي على جبل جرزيم يقولوا البركة على الشعب، يباركوا الشعب اللي هيخضعوا للوصية، واللي على جبل عبال يقولوا اللعنة على الشعب الذي سيخالف الوصية. ده قبل ما يدخلوا. طيب دخلوا أرض الموعد، عملوا كده، فتقدس جبل جرزيم في عيون الشعب لأنه كان عليه البركة اللي اتقالت على شعب إسرائيل في ذلك الوقت. بالمناسبة لحد النهاردة موجودين الجبلين وبنفس الاسم،
وأنا جبت لكم صورة هتشوفوها. وإذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عبال. آدي الجبلين لحد النهاردة موجودين، ده جبل عبال وده جبل جرزيم، وعلى جبل عبال قيلت اللعنة وعلى جبل جرزيم البركة. والشعب كان في كل المساحة اللي قدامك دي، الشعب كان موجود في المساحة اللي قدامك. في الوسط ما بين الجبلين تقع مدينة شكيم، ودي مدينة هامة جدا في تاريخ شعب إسرائيل، اسمها دلوقتي نابلس، انتوا بتسمعوها كتير يمكن في الأخبار. دي منطقة شكيم، الكتاب اللي بيقولوا عليه محرف، الكتاب اللي زمان قال الجبل اسمه جرزيم يجي نفس النهاردة يكون اسمه جرزيم. يعني مجرد كلمات بسيطة ما زالت راسخة وما زالت موجودة في حياة الناس. وعلشان كده اللي بيألف دين جديد بيحاول ياخد الأشياء المقدسة، فجبل جرزيم مقدس. طيب عايز يعمل دين جديد يروح مقدس هذا الجبل. وبالمناسبة السامريون إلى اليوم لحد النهاردة اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها يقدسون جبل جرزيم ويعلمون أن السجود هناك وليس في أورشليم. نرجع للجدول بتاعنا. إذن العبارة الثانية، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، جبل إيه؟ جرزيم. وإنتوا بتقولوا إنه السجود في أورشليم. شوف الوحي قال إيه. وكان لابد له، أي للمسيح يسوع، أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. ده كلام مين؟ ده كلام الوحي، الوحي المقدس على لسان يوحنا. طيب انبهر بقى وشوف السامرية بتقول ايه. ده كلامها هي في العبارة الثالثة، ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. معلوماتها سليمة 100%، عارفة متعلمة، بس يا خسارة ضايعة. تعرف الرب يسوع قال ثلاث أمثلة، قال الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. الابن الضال مشكلته سهلة لأنه عارف نفسه تايه، والخروف الضال معروف انه برا الحظيرة تايه. اصعبهم الدرهم المفقود لانه ضاع فين؟ جوه البيت، فهو جوه البيت ضايع. وده بيشكل 90% ربما من مسيحيي العالم، حلوين وكويسين وبيعرفوا معلومات، لكن ربما يكونوا ضايعين جوه الكنيسة جوه البيت. بمعنى نحن مسيحيين وحلوين وصادقين في محبتنا لربنا، بس لسه محتاجين ندخل الى العمق أكثر. نرجع لجبل اللعنة، جبل البركة في شكيم. وأنا دخلت على جوجل إيرس علشان أشوف الجبلين دول، القمتين بتوع الجبلين. وهنا بنشوف جبل عبال لحد النهاردة موجود، دي القمة ودي القمة، المسافة اللي بينهم حوالي 2.5 مايل بين القمتين بين الجبلين. هنا بقى في الحتة دي بئر يعقوب في المكان ده. ولو بصيت على شمالك كده، ده يسوع المسيح وهو والتلاميذ ماشيين للجليل لكفر نحوم، فلازم يعدي على السامرة لأنها في النص. وبيقول لك عند الساعة السادسة تعب وقعد عند البئر. والنهاردة العجيب انه عيد الصليب واحنا بنصلي كما هو مكتوب في الإنجيل، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب. وهنا المسيح يلتقي بالسامرية في وقت الصليب، الساعة السادسة، بيقول كده الكتاب. الخطية يا أخوة كسرت الراحة اللي بنقرأ عنها في سفر التكوين، وبيقول الكتاب واستراح الرب في اليوم السابع. استراح مش تعب، هو خلق بالكلمة كن فكان، هيتعب من ايه؟ استراح لتميز اليوم السابع بالكمال، كل خليقة جيدة ورائعة جدا. جاءت الخطية كسرت راحة الله في خليقته. ولما جرب يسوع، خلي بالك من الكلام،
وجاء واحد قال له أتبعك أينما تمضي، قال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، ما فيش راحة. لكن لقى راحته على الصليب، هناك سند رأسه على الصليب ليقدم الخلاص للعالم كله. في وقت راحته لخلاص العالم هنا التقى بالسامرية، وقت الخلاص يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة. فهنا بنشوف الرب يسوع جاء عند البئر وبعناية، هي مش صدفة، ما في صدفة، وراح جلس عند البئر. حبيت أشوف البئر من جبل جرزيم، لأنه واضح أنه الكلام بتقول له إيه، الجبل هو المقدس، فواضح أنه بتتكلم عن حاجة قدامه. حبيت أشوف المسافة، لقيتها حوالي 1 ميل، يعني الجبل في مرمى عيونهم هم شايفين الجبل. خلينا أقولها لك بطريقة تعرف منها الشمال والجنوب كويس. آدي بحيرة طبرية، آدي البحر الميت، هنا ده نهر الأردن طبعا، وهنا أورشليم. هم كان رايح لكفر نحوم المسيح، بس بيقول لك الكتاب كان لابد أن يجتاز السامرة. ليه لابد؟ لأن السامرة بتقع هنا في النص في المنطقة دي، فطلع من اليهودية متجها إلى كفر نحوم، فعد على بئر يعقوب، هنا التقى بالسامرية. يبقى احنا كده خريطتنا صح، فوق شمال تحت جنوب، والشرق والغرب، علشان تعرف هنا الغرب. يعني احنا لو لفينا كده عشان نرجع للخريطة الأصلية بتاعتنا هيكون كده الشكل بتاعنا. طيب أنا لو سألت أي واحد فيكم النهاردة قلت لكم كم سط في إسرائيل، كم ولد من ولاد يعقوب، هنقول 12. طيب في كم سط، هنقول برضو 12. غلط، هو في 12 ولد بس في 13 سبط. ليه؟ ده اللي عارفاه السامرية. السامرية في كلامه قالت الكلام ده، بس يمكن ما ناخدش بالنا منيه. تعالوا نشوف مع بعض في تكوين 33:19-20. يعقوب ابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم. شكيم اللي انتوا سمعتوا اسمها دلوقتي، هو اشترى مكان بمئة قصيطة عملة كانت موجودة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. طيب يبقى في مكان في شكيم اشترى يعقوب قبل ما يدخلوا أرض الموعد. في تكوين 49 لما جاء بارك يعقوب ولاده، عمل كده بقى، راح خد ولاد يوسف الاثنين وعملهم معاملة أصباط في إسرائيل. قال له ولادك دول مش هيتكتبوا باسمك، أفرايم ومنسة يتكتبوا باسمي أنا. عشان كده بقى 13 سبط، هم 12 ولد بس يوسف دخل بسبطين. ما بنسمعش سبط يوسف إلا في الرؤية عشان بدلوا بدان، عشان ربما الأنتيكرايست هيجي من دان، لكن في العهد القديم بتلاقي أفرايم ومنسة. ابناك المولودان لك في أرض مصر قبل ما أتيت إليك إلى مصر هما لي. أفرايم ومنسة حيتعاملوا معاملة إيه؟ رأوبين وشمعون يكونون لي. ولو رحنا للتكوين 48:22 بيكلم يوسف، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. ده اللي فوق الأولان اللي اشترى، وحصل حروب ما بين الأموريين، خدوه هو رجعه تاني لأنه ده حقه بسيفه وبقوسه. لما جاي وزع البركة حصل أنه حرم رأوبين من البركة، لأنه رأوبين أخطأ خطية مع سرية أبوه. رأوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكورية لبني يوسف بني ابن إسرائيل، فلم ينسب بكرا لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، وأما البكورية ليوسف. يوسف أخذ النصيب المضاعف، دخل بابنائه الاثنين، اعتز هنا يهوذا خد الرئاسة منه جاء المسيح، ولاوي أخذ الكهنوت الهاروني في العهد القديم. هنا بنلاقي يوسف
لسه بيقول لهم وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في نابلس في شكيم، موجود القبر إلى اليوم، في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. كل ده قالته السامرية في كلامه مع المسيح: لعلك أعظم من أبينا يعقوب اللي وهب الأرض دي ليوسف. طب ما فيش يوسف، ابنه رأوبين، ابنه أفرايم. كل ده هي عارفاه، بس كل ده ما أثرش في حياتها، وكانت لسه ما تزال ضائعة. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، والعبارة الثانية: أبينا يعقوب أعطانا هذه البئر. تعالوا كده، أنا خلصت الجزء التاريخي، هاخد 10 دقائق بس، تستحملوا؟ هناخد 10 دقائق بس، ناخد ده كده عشان نعمل مساحة تحت، ونجيب الجزء الثاني: قبول السامرية ينسف حجة بعض المسيحيين. كتير بنسمع كلمة أنا خاطي، أنا منفعش، أنا أصلا أنا مين. بص يا أخوة، في اتضاع حقيقي وفي اتضاع مزيف. الاتضاع اللي يبعدك من المسيح ده اتضاع مزيف. الاتضاع اللي نقعد احنا حجة نحط قدامنا اننا غير مستحقين، اصلا مش هنلاقي حد مستحق ولا واحد. احنا بنصلي في القداس بنقول لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا اتمنتوا على خلاصنا، ليه؟ ما فيش حد يصلح. فكون المسيح يلتقي بالسامرية ويقعد معاها ويتكلم، واحنا عارفين حالة السامرية، ده بينسف كل حجة احنا نحطها اننا وحشين او لا نستحق. ما فيش حد يستحق. ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة. تخيلوا الآية لو كانت كده: لأنه ونحن بعد أبرار مات المسيح لأجلنا. يا ويلنا كان، لأنه مين فينا بار؟ حد يقدر يرفع ايده ويقول أنا كنت بار أنا كويس؟ لا. لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. 2 في الكتاب المقدس أعلن المسيح لاهوت ليهم، مش لفريسي، مش لرئيس كهنة، للسامرية هنشوف بعد شوية، وللمولود أعمى، للاثنين اللي مرفوضين من مجتمعهم المسيح أعلن لاهوت ليهم. فكيف نحجم المسيح ونبعده ونحطه في حتة صغيرة كده بحجة إن أنا غير مستحق؟ أنا أول واحد غير مستحق، بس أنا مبسوط وفرحان إن الرب أعطى خلاصه للعالم كله. بيقول كده في يهوذا، خلي بالك من التعبير الصعب ده: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم، بنفسهم بيعزلوا نفسهم بنفسهم. عايز أقول لك على باب جهنم، اقرأ معايا التعبير ده: ليس مكتوبا على باب جهنم، ليس مكتوبا هذا مسكن الذين رفضهم الرب. مش مكتوب كده، لكن مكتوب ايه؟ انما مكتوب هذا مسكن الذين رفضوا الرب، رفضوا ربنا مش عايزينه، لانه ما فيش عذر اني انا احط اي شيء امام محبة المسيح، لانه محبة المسيح مش واحد جو قال لنا شوية وصايا، ده جمات على الصليب من اجلنا. يبقى كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ بيقول الكتاب كده: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ اقرأ معي المزمور ده: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا، كبعد المشرق من المغرب. مش تفرح؟ طيب ليه حزين؟ ليه بتقول انك مش مستحق؟ ايه العذر اللي نقدمه امام الوحي الالهي ده لما بيقول لك كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا؟ افرح،
قول مجد ليك يا رب، أشكرك كل يوم الصبح، أشكر ربنا، قول له أبعدت عني خطاياي. لأنه الناس اللي لسه ما اختبرتش المسيح عايشة في ألم وفي خوف وفي رعب من الموت، احنا لا، نشكر الرب، الرب يطول عمركم. بيقول ايه كمان؟ كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفي، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. عارفين القداس مبني ازاي؟ اللي بنصليه أبونا بيصلي، مثلا يقول أذكر يا رب الذين قدموا هذه القرابين، يروح الشماس يقول للشعب صلوا من أجل الذين قدموا هذه القرابين. مفروض نصلي نقول يا رب بارك اللي قدموا القرابين، بارك حياتهم إلى آخره، وكلنا نروح في الآخر نقول إيه؟ يا رب رحم. لما يجي أبونا ويقول يعطي كل واحد فواحد حسب أعماله، بنقول له لا يا أبونا مش هنقول كرياليسون، بنقول إيه؟ كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. مش هنقول كرياليسون هنا، هنا بنقول لا استنى يا أبونا، هنقول كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. طب إيه هي رحمة الرب؟ يسوع هو الرحمة، هو على الصليب برحمته نزع خطيئنا ولبسنا توبه، وأصبح الآب لما يشوفك بيشوفك لابس توب يسوع بيقول ده قديس، مش عشان أنا قديس، شاف توب ابنه فيك، بيقول أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح، ها قد لبستم، احنا لابسين المسيح، افرح. ما تقولش أنا مش مستحق، ولا واحد مستحق، لنا استحقاق في دم المسيح، احنا هنا باستحقاقات دم المسيح مش باستحقاقنا احنا. حبيت أحط لك المزمور ده بس علشان تتمتع بيه وتعرف غلاوتك عند ربنا. الرب يسوع قال 10 كلمات، ما تخافوش أنا مش هاخد 10 كلمات، أنا هاخد 4 منيهم، هاخد 2 دلوقتي بسرعة. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو ومواشي. يهمني كلام يسوع هنا. أجاب يسوع وقال له، بالمناسبة مفتاح الأصحاح في الكلمة دي، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ده مفتاح الأصحاح كله. خلوا بالكم الرب يسوع عنده كلام أولي وعنده كلام عميق. هنا كلامه مع السامرية، لك 5 أزواج، الذي يشرب من هذا الماء يعطش. مش هيشبعنا العالم يا أخوة. الإسكندر الأكبر يقال أنه لما ما يعني وهو بيحتضر قالوا ادفنوني وإيدي إيه مفتوحة كده برا، عشان العالم كله يعرف أن الذي حكم العالم خرج ويده فارغة. باطل الأباطيل الكل باطل، باطل الأباطيل قال الجامعة، باطل الأباطيل وقبض الريح. يعني ما فيش حد يعرف يمسك الهوى، ما فيش، قبض الريح. العالم مش هيشبعنا. يا مناس مشت مشوار طويل طويل قوي علشان يشبع، وكان التمن غالي، التمن كان صعب جدا علشان يرجع مرة تاني، كان التمن غالي، لكن ربنا بيقبل كل الناس في كل الوقت. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، بس اديني فرصة. لكن الماء يشرب، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. عشان كده العنوان فوق دي العبارة الثالثة بالمناسبة، طبيعة المياه التي يقدمها المسيح، ماء حي، الروح القدس. يعني العبارة الرابعة مدح اعتراف السامرية. يا ريت لو آدم اعترف، ما قالش المرأة التي أعطيتني إياها، لا، هنا بنشوف السامرية بكل قوة اعترفت، صح أرى أنك نبي. قالت له المرأة يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. أجابت المرأة ليس لي زوج. حلو، رائع جدا، ليس لي زوج. عارفين الرب لما خلق الخليقة في البدء قال إيه؟ الوحي، ورأى الله أن كل ما عمله إيه؟ حسن جدا. اتقالت عن السامرية وقال لها يسوع حسنا قلت. اعترافك حلو، ما تيجي نعترف ليسوع، اعترف لربنا،
هتلاقي خير وبركة يتبعانك كل أيام حياتك. الاعتراف حلو لربنا وبيفرح به. حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس زوجك، هذا قلتيه أو قلتي بالصدق. خلينا أقول لك الوحي النهاردة ممكن يقول لنا إيه، ارجع وحط اسمك بدل إسرائيل، ارجع يا وحيد إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك، خذ معك كلاما وارجع إلى الرب، قل له ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا، يعني التسبيح بتاعنا. الرجوع للرب ما أغلاه وما أروعه وما أجمله. بسرعة هاخد آخر حتة زي ما وعدتكم في 5 دقائق. المسيح يصرح بطبيعة اللاهوتية، وزي ما قلت لكم صرح لاثنين، سامرية ومين المولود أعمى. لما قال له أتؤمن بابن الله، قال له من هو يا سيد، قال له الذي يكلمك هو، فسجد وقال أؤمن. الاحتياج للمسيح الدائم، دي الكلمة الثانية اللي قالها المسيح هنا، أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. زي ما أنتوا شايفين أنا بمشي بسرعة، دايهم من الجزئية دي. أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، يعني عارفة أن المسيح جاي، معلومات جيدة. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو. والترجمة مش دقيقة، ترجمة العربي، علشان كده أنا رحت للترجمة اليوناني عشان أجيب لكم الترجمة اليوناني الصح. لو كبرنا كده، عايزك تركز على إيجو إيمي، الكلمتين دول هخليك تسمعها من قارئ يوناني يقرأ لينا. ركز في الكلام. يعني ايه ايجو ايمي؟ يعني انا هو. طب وايه معناها انا هو؟ انا هو يهوى، ده المعنى بتاعه، انا هو يهوى. وعلشان كده بتلاقوا شهود يهوى بيهربوا برضو من الايات دي اللي فيها انا هو، لانه انا هو الكائن. ايجو ايمي يعني انا هو. طب انا مش ممكن اقول انا هو؟ انا ممكن اقول انا هو، لكن تقدر تقول انا هو القيامة؟ تقدر تقول انا هو الماء الحي؟ تقدر تقول أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يبقى أنا هو مزيل بكلمات لاهوتية المسيح بس، الله الكلمة ما يقدرش حد تاني يقولها خالص. يبقى إذن العبارة دي أنا الذي أكلمك هو، الترجمة الصحيحة ليها أنا هو الذي أكلمك. إيه بقى البعد اللاهوتي هنا؟ نرجع لسفر الخروج لما الرب يكلم موسى، فقال موسى لله فإذا قالوا لي ما اسمه شعب إسرائيل سألني فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا، تعادل إيجو إيمي، أنا هو الذي أنا هو، دائرة اللاهوت المكتملة، أنا هو الذي أنا هو. يبقى هنا الرب يسوع بيتكلم عن شخصه المبارك. أغني للرب في حياتي، أنا خلصت بقي لي دقيقتين. أغني للرب في حياتي ورنم لإلهي ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي. تخيل ربنا بيتلذذ بنشيدك، بيتلذذ بصلاتك، وأنا أفرح بالرب.
عايز أقول لك الكلمة دي تخليها معك، كثيرا ما نظرنا وانتظرنا يد الرب، معجزات، شفاء، عطايا. خلينا أقول لك النهاردة، فمتى سننظر لوجه الرب؟ خلينا نتعامل مع وجه الرب أكتر. ربنا بيعز عليه يقول لك أنت عايز العطية مش العاطي، عايز الشفاء مش الشافي، فكر مرة في الشافي وفي العطية. خلينا نقول لربنا، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. خد الآيات دي النهاردة قولها كده، أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. السامرية يا إخوة مش مديانة عذر إننا نبعد أو نقول أي شيء. السامرية النهاردة بكل الحالة بتاعتها قعدت مع المسيح شوية، طلعت كلمت أهل السامرة، أجدع من أي خادم، جابت كل أهل السامرة قدام المسيح وقالوا لها لسنا نؤمن بعد بسبب كلامك، إحنا شفنا وآمنا أن هذا هو المسيح مخلص العالم. الرب يبارك حياتكم وصلوا من أجلنا.